تفاصيل أكتر نعرفها من الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي. أهلا بك يا أستاذ محمد. في البداية يعني كيف ترى أهمية كل هذه الجهود من قبل الدولة في الارتقاء وأيضا توطين الصناعة المحلية بشكل عام أولا؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ الشامي وتحية لحضرتك ولكل السادة الشامي. شوف حضرتك يعني من القواعد الأساسية كده لما تيجي تتعامل مع الاقتصاد المصري بتلاقي إن هو اقتصاد متنوع تنوع الأنشطة. والحقيقة إن إحنا طالما إن العنوان الرئيسي دلوقتي وأصبحنا متفقين تماما على إن العنوان الرئيسي للاستراتيجية الاقتصادية المصرية هي زيادة حجم الصادرات المصرية وصولا إلى رقم 100 مليار دولار في منتهى السرعة. يعني إحنا عايزين نوصل للرقم ده إمبارح مش النهاردة ولا بكرة. إذن فأنت لازم تحافظ على طابع بتاع نشاط الاقتصاد بتاعك إنه متنوع وتزيد الاستثمارات بتاعتك في كل القطاعات اللي ليك فيها ميزات نسبية لزيادة الصادرات بتاعتك. فلما حضرتك تبص على الصادرات المصرية دلوقتي تلاقي إن أنت عندك زيادة في النشاط أو في الصادرات الزراعات الطازجة وزيادة في الصناعات الزراعية وزيادة في صادرات الصناعات التحويلية وزيادة في صادرات الغاز الطبيعي أيضا. إذا فأنت بتحافظ على زيادة الاستثمارات داخل القطاع الصناعي بشكل عام وداخل القطاعات الأخرى اللي ليك فيها ميزات نسبية تزيد في النهاية الصادرات بتاعتك. طيب اهتمام الدولة بتوطين التصنيع يعني وزيادة الصادرات ازاي ممكن نستفيد منه؟ ازاي ممكن يعني يكون خطوة فعلا انه نحقق الارقام اللي احنا بنصبوا اليها؟ اهلا بيك يا استاذ ريان، ما شفتش حضرتك على السؤال. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل. بمنتهى البساطة احنا دلوقتي بنسعى الى احلال المنتجات اللي بيتم استيرادها بمنتجات محلية، وعندنا مشروع كبير ملبي أو صانع ليه طلب كبير محلي اللي هو مشروع حياة كريم. المشروع ده مسهل لنا جدا إن احنا نجذب استثمارات في القطاعات الصناعية، لأن الاستثمارات دايما بتبقى تسعى وراء الطلب، وطالما الطلب متوفر بكميات كبيرة وفي مدة زمنية متصلة ده بيخلينا نقدر نكتسب هذه الاستثمارات الصناعيه عشان نلبي الطلب المحلي، زائد مع ارتفاع جوده هذه المنتجات نتجه الى التصدير. والامتداد بتاع هذه المشاريع اصبح كمان حياه كريمه في افريقيا. ده كله يزيد من فرص مصر في اكتساب استثمارات مرتبطه بالقطاع الصناعي، لان حضرتك لما ننفذ هذا الامر هنغير من خريطه الميزان التجاري في مصر. ده امر بالنسبه لنا مهم جدا وحسن جدا، واحنا لاول مره نبقى بنشتغل على الحلول الجذريه لهذه الامور وليس حلول فيها طبع تحسيني يعني من على الوش. لا، احنا دلوقتي شغالين على ان احنا نلبي كل مطالب الاستثمار سواء كانت مطالب طلبه او مطالب محتاجه تغييرات في البنيه التشريعيه. عملنا البنيه التحتيه الصلبه المطلوبه، شغالين دلوقتي على الحكومه الالكترونيه، شغالين على تعديل البنيه التشريعية، شغالين على رفع كفاءة العمالة الفنية المدربة وتوفير الأراضي الصناعية بدون تكاليف كبيرة للمصنعين بحيث أن الرأس المال يتجه مباشرة إلى المكن والمستلزمات الإنتاج. طيب لما نيجي نتكلم بقى على صناعة الغزل والنسيج يا أستاذ محمد، يعني وهي موضوعنا في هذه المداخلة، هنلاقي أن هي بتستحوذ على حوالي 12% من الصادرات المصرية، 3% من إجمالي الناتج المحلي، 12 أو 20% من حجم العمالة الموجودة في مصر. طبعا إحنا لنا باع طويل للغاية في صناعة الغزل والنسيج، لنا سمعة يعني دولية، ولهذا وجب الاهتمام مرة جديدة بهذه الصناعة اللي بتدر دخل، وعايزين نكبر هذا الدخل. احنا زي ما حضرتك ذكرت كده بالفعل لينا تاريخ في هذه الصناعة، والاهم ان احنا معانا الحرفة النوها بتاع هذه الصناعة بالظبط، وعندنا القطاع الخاص والقطاع العام عندهم هذه الحرفة، وعندنا ماركات عالمية موجودة في الاسواق العالمية. على فكرة بمناسبة كأس العالم انا عايز اقول لحضرتك ان الماركة المصنعة للكرة اللي بيتم استخدامها في كاس العالم الان وهي ماركه المانيه، الماركه دي مصنعه الكره دي في مصر وهي مكتوب من الايجيب. الامور دي مهمه جدا، لان احنا زي ما حضرتك ذكرت كده عندنا هذه الميزه النسبيه، وكنا محتاجين نغير طريقه فكرنا في التعامل مع هذا القطاع
ونلبي المتطلبات اللي كان القطاع محتاجها عشان ينطلق من مرحله كانت مكبل فيها بقيود بيروقراطيه، بقيود مرتبطه بضعف كفاءه العماله الفنيه. تلبي هذه الامور فتبدا تزيد صادراتك مع تغير البنيه التصنيعيه لهذا القطاع عالميا. يعني ما عادش فيه اعتماد، خد بال حضرتك مش هيبقى فيه اعتماد الفتره الجايه على الاستثمارات داخل هذا القطاع في دول شرق اسيا. الاستثمارات بتخرج من هناك. فانت لما تستغل هذه الفرصه التاريخيه وتاهل سوقك المحلي لاجتذاب هذه الاستثمارات، يبقى انت في الحاله دي هتقدر تدخل الاسواق اللي كانت بتصدر هذه المنتجات سابقا اللي هي كانت اوروبا وامريكا، لا هتقدر تدخل هذه الاسواق بمنتجات مصريه مصنعه في السوبر ماركت. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد انيس الخبير الاقتصادي.